السلام عليكم. نقدم لكم اليوم احدث جهاز غسيل السجاد بالبخار. طبعا هذه عباره عن فراكه بتفرك الشامبو مع البخار. طبعا هو عباره عن نظام كامل، حنوريكم الجزء اللي داخلين كيف. بنفتح هنا زي كده هيبدا البخار يخرج. بقي لي طبعا عمليه التنظيف والرغوه البخار. كده الان طبعا الجهاز بيغسل في نفس الوقت بيعقم وينظف بالبخار. كمية البخار كمية كبيرة زي ما انتم شايفين، وطبعا الرغوة اهي الشام بخار وبينظف في نفس الوقت، بيعطي كمية عالية من البخار وبأكبر كمية ممكنة تحصل عليها من البخار هو هذا الجهاز بيعطيك. وطبعا الميزة البخار بيديك نظافة عالية 10 اضعاف عملية التنظيف بالشامبو لو كان بارد. والجهاز طبعا هي في غاية القوة، وعنده جهاز رئيسي اللي بيعمل البخار وبيخليه الفرشة دي اوتوماتيكيا تديك بخار. طبعا هذا الجهاز الرئيسي اللي بيطلع البخار، والجهاز هذا ممكن حمله على سيارة متنقلة، يعمل بالديزل وبالكهرباء الدي سي 24 فولت. شايفين قوة البخار. طبعا ميزة البخار عن التنظيف العادي انه يعقم ويقتل العدة وينظف تنظيف عالي الجودة وما يهدر كميات الشامبو، ما تحتاج كمية كبيرة من الشامبو، لانه بمجرد ما يخرج الشامبو مع البخار يكون بعملية التنظيف عالية الجودة. بالاضافة انه ينشف بسرعة، عملية التنشيف تكون سريعة وكبيرة. طبعا هذه قطعة أخرى ممكن تستخدم في عملية تنظيف المكيف بالبخار وفي نفس الوقت تشفط الوسخ بترش. طبعا هذا جهاز آخر ممكن يستخدم في مع جهاز البخار، بترش مثلا المادة المنظفة الشامبو، بعد كده بتقفلها، تقفل الشامبو تيجي هنا بتضغط هيبدأ البخار يخرج. طبعا زي ما احنا شايفين البخار بيخرج بكمية كبيرة، يعقم ويقتل ويقضي على جميع الجراثيم، وكرر الجراثيم والتي تسبب الأمراض والربو.
الصحية بغسيلك بهذه الطريقة تقضي على جميع بق الفراش، النمل الأبيض والجراثيم. طبعا قوة شف غير عادية، ماكينة بثلاثة مافور شف وقوة عالية في التنظيف. زي ما احنا شايفين الجهاز الكامبو هذا يتكون من جهاز البخار الرمادي، المكنسة الزرقاء اللي هي بتساعد على رش الشامبو وضخ البخار، والمقبض الحديدي اللي هو تسحبه الأوساخ والأطربة وتغش فيها البخار. زي ما شرحنا من الأول يوجد 8 يد للكراسي والكنب والستاير. الكنب والكراسي والستاير والمكيف بالبخار. هنجرب كده نستخدم على كرسي. شوف كمية البخار كمية عالية. شوف كده لا. نفس الجهاز ممكن نحن نضيف له ونغير بس الراس. الراس الطويلة هذيك اللي جبناها في الفيديو الاولاني، هذيك حقت العيش الموكيت والسجاد. نغير له القطعة الراس ونحط الراس المتخصصة للكنب والستاير والمقاعد. ورينا البخار كيف طالع.